رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال، لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. ما معنى هذا الحديث؟ من حلف بغير الله فقد أشرك، معناه من حلف بغير الله معظما له كتعظيم الله فقد أشرك. يعني إذا حلف المخلوق بمخلوق معظما له كما نعظم الله فهذا الكفر، يعني عظمه كما يعظم الله عز وجل، هذا هو الكفر. لأن الإنسان إذا عظم مخلوقا أو وصفه بصفات الله أو عظمه كتعظيم الله، ليس مطلق التعظيم، لا، ليس مجرد التعظيم، إنما عظمه كتعظيم الله، هنا الإشراك، هنا الكفر. أما نحن نعظم الرسول، نعظم الأنبياء، نحن نعظم الأولياء، نعظم الملائكة، لكن هل نعظمهم كتعظيم الله؟ لا. فهذا التعظيم من المسلم للأنبياء والأولياء والملائكة هذا ليس شركا. واضح الكلام؟ المسلم يحب الأنبياء، المسلم يحب الأولياء، المسلم يحب الملائكة، لكن نحن لا نصفهم بصفات الله، لا نعظمهم كتعظيم الله، لا نعبدهم، إنما نعبد الله. فإذا انتبهوا، المسألة ليست بمجرد التعظيم، لا، لأنه مجرد التعظيم لنبي أو لملك أو لولي ليس كفرا، ليس إشراكا، بل الذي لا يعظم الأنبياء بما فيهم هذا ناقص،
نحن نعظمهم بما فيهم، لا نصفهم بصفات الله عز وجل، كما أننا لا نصف الأنبياء بصفات الله، كذلك لا نصف الأولياء بصفات الأنبياء. يعني ما بنقول عن الولي إنه بمرتبة النبي، ما بنقول عن الولي بقدر وشأن وفضل النبي، لا، فرق كبير بين الولي والنبي، واضح؟ فكما أننا لا نصف الأنبياء بصفات الله، واضح؟ لأن الذي يصف الأنبياء أو الملائكة أو الأولياء بصفات الله هذا كافر. برجع بعيد، الذي يصف الأنبياء أو الأولياء أو الملائكة بصفات الله هذا كافر، ليس من المسلمين. وفي نفس الوقت نحترم الأولياء، نحبهم، نعظمهم بما فيهم، فلا نصفهم بصفات الأنبياء. فالذي يقول أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي هؤلاء أفضل من أنبياء بني إسرائيل هذا كافر، ليس مسلما. الذي يقول عن ولي من أولياء الله إنه أفضل من إبراهيم النبي أو موسى النبي أو عيسى النبي هذا ليس مسلما، واضح الكلام؟ فنحن الأولياء نصفهم بما فيهم، لا نتجاوز ولا نصفهم بصفات الأنبياء. الولي ليس معصوما العصمة الكاملة، العصمة الكاملة لمن؟ للأنبياء. لاحظوا، إذن الولي لا نقول إنه معصوم كالنبي، لا، الولي يخطئ، الولي يعصي، قد تحصل منه المعاصي، قد يحصل منه الخطأ، قد يحصل منه الذنب، حتى في أمور الدين الولي إذا تكلم قد يخطئ، لكن من تحقق في الولاية لا يكفر بعد ذلك، واضح لهم؟ بس من معصوم من المعاصي؟ الولي ليس معصوما من المعاصي، الولي ليس معصوما من الأخطاء، الولي ليس معصوما من الزلات، إنما الولي يعني لما نقول ولي يعني من تحقق في الولاية، شو هذا؟ معصوم من الكفر. عم تركزوا معي؟ هأرجع عيد، الولي ولما نقول الولي يعني من تحقق في الولاية، هذا منه معصوم من الأخطاء والزلات والمعاصي؟ لا، إنما هو معصوم من ماذا؟ من الكفر. من دخل في الولاية لا يخرج منها بعد ذلك. يعني إذا قرأتم أو سمعتم في بعض الكتب أو من بعض الناس بأن الولي قد تسلب منه الولاية، هذا القول ليس صحيحا، ليس معتمدا، ليس هو القول المعتمد. شو القول المعتمد؟ أن من دخل في الولاية لا يخرج منها بعد ذلك، يعني من صار وليا لا يصير عدوا لله بعد ذلك، من صار حبيبا لله لا يصير بغيضا لله بعد ذلك. لهون واضح؟ إذن الولي من شو معصوم؟ للكفر. طيب الكبائر؟ لا، ليس معصوما منها. الصغائر؟ ليس معصوما منها. الأخطاء، الزلات، حتى في بعض مسائل الدين إذا تكلم قد يخطئ، حتى في تفسير المنام قد يخطئ. الولي مهما على مقامه، الولي مهما على مقامه قد يخطئ. أليس ورد في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وأنتم تعرفون أبو بكر هو أفضل البشر بعد الأنبياء، أبو بكر شو؟ أفضل البشر بعد الأنبياء، يعني أعلى ولي في البشر، أفضل ولي في البشر هو أبو بكر، هو أبو بكر. مع ذلك مرة
عبر مناما، عبر رؤيا. أول فسر منام. الرسول كان يستمع إليه، ماذا قال له؟ أصبت في بعض وأخطأت في بعض. هذا أبو بكر. طيب عمر على المنبر قال امرأة أصابت ورجل أخطأ. عمر مين؟ عمر رأس أهل الكشف في أولياء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، على المنبر كما روى ابن منصور في السنن والبيهقي والحافظ ابن حجر في فتح الباري، هؤلاء الثلاثة رووا عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه على المنبر قال امرأة أصابت ورجل أخطأ، وفي بعض الروايات أصابت امرأة وأخطأ عمر، وأخطأ عمر. طيب إذا كان هذا أبو بكر وهذا عمر، طيب الأولياء الذين هم دونهما يجوز عليهم الخطأ أم لا؟ يعني من باب الجواز يعني الممكن العقلي ممكن أم لا؟ بلى ممكن، ممكن. يعني حتى القطب، حتى القطب الغوص مش مثل بعض جهلة المتصوفة، بعض جهلة المتصوفة من شذوذهم وجهلهم وتعصبهم وعمى قلوبهم ماذا يقولون؟ المرشد لا يخطئ. مين المرشد بنظرهم؟ شيخ الطريقة. يعني قال على زعم المرشد لا يخطئ. يا حبيبي مينك انت والمرشد اللي عم تحكي عنه قدام عمر بن الخطاب؟ ومينك انت والمرشد اللي عم تحكي عنه قدام سيدنا ابو بكر الصديق؟ جاي تقول لي المرشد لا يخطئ؟ بلا يخطئ، المرشد يخطئ، شيخ الطريقة يخطئ، الولي يخطئ، الصحابي يخطئ. العصمة الكاملة لمن؟ للأنبياء. لاحظوا، للأنبياء العصمة الكاملة. أما الولي قلنا من ماذا معصوم؟ الكفر. من الكفر، من الكفر، والأدلة على ذلك كثيرة. يعني اللي ذكرناه هلا وحده يكفي في مسألة أبي بكر وعمر. طيب بعد ذلك بمين بدك تحكي؟ حتى بسيدنا ومولانا القطب الغوص أحمد الرفاعي رضي الله عنه، هل يلحق بأبي بكر؟ لا. هل يلحق بعمر؟ لا. طيب ومن دونهم؟ طيب إذن يجوز عليهم الخطأ. فالحاصل لا نتعصب ولا نتكلم بجهل ولا نصف الأنبياء بصفات الله ولا نصف الأولياء بصفات الأنبياء. ثم إن من ساوى بين الأولياء والأنبياء هو كافر. من ساوى بين الأولياء والأنبياء هو كافر، ومن ساوى بين الله والأنبياء فهو كافر. واضح؟ ومن هنا نحذر أيضا من حديث مكذوب. ماذا يقول فيه بعض الناس؟ هذا ليس حديثا عن رسول الله، هو مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول ما قاله، هذا كذب، هذا افتراء، حديث موضوع مختلق ملفق. ماذا يقولون فيه؟ انتبهوا، مكذوب، الرسول ما قاله. يقولون على زعمهم علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. وبعض الناس يقولون إن الأئمة على زعمهم أفضل من الأنبياء والمرسلين. هذا كفر. الله ماذا قال في سورة الأنعام عن الأنبياء؟ وكلاً فضلنا على العالمين. الله يقول في القرآن عن الأنبياء وكلاً فضلنا على العالمين. فالذي يفضل ولياً أو عالماً على نبي من الأنبياء هذا ليس من المسلمين. حتى لو قال هذا القائل أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو فاطمة أو خديجة أو مريم، الذي يقول عن واحد من هؤلاء الأولياء أو عن واحدة من الوليات من يقول عنهم أفضل من الأنبياء هو كافر، كذب القرآن.
واضح لهون؟ إذا انتبهوا معي الآن، فهل مجرد أن نعظم الأنبياء والأولياء والملائكة هل نكفر بذلك؟ لا. مجرد تعظيم الأنبياء والأولياء بما فيهم هذا ليس شركا، بما فيهم ليس كفرا، بل عدم تعظيمهم بما فيهم هو نقص في هذا الإنسان، خلل في فهمه. واضح؟ إذا انتبه، مجرد تعظيم الأنبياء والأولياء منه كفر. وين الكفر؟ أن يساووا بالله. واضح؟ أن يوصفوا بصفات الله أو بصفة من صفات الله، هذا كفر. مثل بعض الناس بالهند وباكستان وبنغلاديش يقولون النبي يعلم كل ما يعلمه الله، هذا كفر. هذا كفر، هذا وصف للنبي بصفات الله. ماذا قال الفقيه الشافعي مفتي المدينة المنورة للسادة الشافعية قبل 100 سنة، أحمد أفندي البرزنجي الحسيني، في كتابه غاية المأمول في صحيفة 77 من النسخة المطبوعة؟ ماذا يقول؟ اسمعوا: فمن ساوى بين علم الله وعلم النبي فهو كافر بالإجماع. فهو كافر بالإجماع. بالله في كلمة. فالذي يقول النبي يعلم بكل ما يعلمه الله كأنه يقول النبي على كل شيء قدير، كأنه يقول النبي ليس مخلوقا، كأنه يقول النبي أزلي أبدي. وهل هذا يقوله مسلم؟ لا. هذا كلام الكفار، كلام المشركين. مثل واحد أخرق هنا، كان في بيروت وكان يلبس هذه العمامة الصفراء، ها، وكان يدعي أنه شيخ 4 طرق. ماذا كان يقول هذا الأحمق؟ يقول النبي هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وصف النبي بمين؟ بصفات مين؟ بصفات الله. من هو الأزلي الأبدي؟ الله. الله. هذا الأخرق الأحمق، مع أنه بيدعي المشيخة كان ببيروت، كان يقول النبي هو الأول والآخر والظاهر والباطن. كان يلبس هذه اللفة الشرخانة الصفراء على الطربوش الأحمر هنا في بيروت. وسمعت هذه المقالة بعينها من أحد أدعياء المشيخة مرة في الباكستان. كنا في مؤتمر وتكلم قبلي في الاحتفال فقال هذه الكلمة هذا الجاهل، وبفضل الله رددت عليه على المنبر أمام الكل. قلت لهم هذا تشبيه للنبي برب العالمين. الله يقول هو الأول، ما قال هو والنبي، ما قال هو والنبي. الله يقول عن ذاته هو الأول والآخر، كيف يقال عن النبي هو الأول والآخر والظاهر والباطن؟ هذا كفر وخروج من الإسلام. فمن وصف نبيا من الأنبياء بصفات الله هذا كافر. واضح إلى هنا؟ إذا انتبهوا، من إذن الكافر؟ إذا حلف بغير الله معظما له كتعظيم الله، هذا الكفر. واضح؟ يعني اعتقد فيه أنه يغفر الذنوب، حلف بنبي أو بولي أو بملك ووصفه بصفة من صفات الله، هذا هو الكافر. أما لو واحد قال وحياة سيدنا محمد وهو لا يعظم النبي كتعظيم الله، هل يكفر؟ لا. إذا واحد قال وحياة كل الأولياء وهو لا يعظم الأولياء كتعظيم الله، هل يكفر؟ لا. لا، لكن نقول له ممنوع أن تحلف بغير الله، ننبهه. واضح الكلام؟ حتى بالأنبياء ممنوع الحلف، حتى بالأنبياء، حتى بالملائكة ممنوع الحلف. من أراد أن يحلف، شو ورد في الحديث الذي بدأنا به؟ من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. واضح؟ كيف بيكون الحلف؟ بذات الله أو بصفة من صفات الله أو باسم من أسماء الله. إذا واحد قال وذات الله هذا يمين، إذا قال وقدرة الله وعلم الله هذا يمين،
أو إذا قال والله والرحمن والرحيم، هذا يمين واضح، هذا اليمين هكذا الحلف يكون بذات الله أو باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله، هذا اليمين. أما إذا قال قائل وحياة القرآن، هذا منه يمين، هذا ليس يمينا، لأن القرآن لا يتصف بالحياة. بعض الناس بيقول وحياة المصحف، هذا منه يمين. بيقولوا إيدي على المصحف الشريف، هذا منه يمين. لما بدك تحلف على المصحف، إذا واحد كذب أو سرق أو خان وبدك تنزل به العقوبة ها ويقسم ويهلك في الدنيا والآخرة إن حلف على المصحف كاذبا، كيف بتحلف على المصحف؟ ما بيقول وحياة المصحف، ما بيقول والمصحف الشريف، لا، بحط إيده على المصحف وهو على وضوء، بيكون على وضوء، بحط إيده على المصحف ويقول والله العظيم. مش وحياة المصحف، المصحف ما له حياة ها؟ إنما يضع يده وهو على وضوء على المصحف ويقول والله العظيم أو أقسم بالله أني ما فعلت كذا. فإن كان كاذبا وحلف وهو يضع يده على المصحف، فهذا خراب بيت في الدنيا وهلاك في الآخرة. هكذا. أما إذا قال وحياة المصحف الشريف، هذا منه يمين، هذا ليس يمينا. وإذا قال وحياة سيدنا محمد، كمان منه يمين. من شغلنا الحلف بيكون بذات الله أو بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه. مش قلنا حتى بالأنبياء لا يحلف، حتى بالملائكة لا يحلف، حتى بالأولياء لا يحلف. فلو قال وحياة النبي محمد، هذا منه يمين. إذا قال وحياة كل الأنبياء، كمان منه يمين. وإذا قال وحياة الكعبة، كمان منه يمين، هذا ليس يمينا. الكعبة مخلوقة والكعبة جماد، سميت كعبة لأنها مكعبة الشكل، فهي جماد وهي مخلوقة وليس لها حياة. فحتى لو قال والكعبة، هذا منه يمين. وإذا قال وحياة الكعبة، هذا أبشع لأنها لا حياة لها، جماد. طيب إذا كان بالأنبياء والملائكة والأولياء وبالكعبة لا يكون يمينا، فهل بيقول وحياة راس جدة؟ لا، هذا أيضا ليس يمينا. بعض الناس بيقول وحياة راس بي. شو يا حبيبي، شو راس بيك، شو يعني؟ هذا يمين على زعمك؟ لا، ليس يمينا. أنت بتحترم بيك، نعم، بتقدر بيك، نعم، بس منه يمين. وبيك لا يحلف به، لا أنت ولا غيرك، لأنه مخلوق ولا يحلف بالمخلوق. واضح؟ فلو واحد قال وشرف بنتي، الله يحفظ لك بنتك، بس هذا منه يمين، هذا ليس يمينا. وغربة ابني الوحيد، وإن شاء الله بصير عندك سبعة، بس منه يمين. بيقول لك وحياة راس ابني الوحيد، وحيد أو الثالث أو السبعتاش، هذا منه يمين، هذا ليس يمينا. ولو قال وحياة قبر بي، كمان منه يمين. وحياة تراب قبر جدي، كمان منه يمين، ليس يمينا. بل اسمعوا ماذا قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: الحلف بغير الله معصية، الحلف بغير الله معصية. بدك تنتبه، يعني حتى أنت عم تحكي مع صاحبك، في ناس عندهم عادة شو بيقول؟ وحياة أختي. لا، بدك تترك هالعادة. في ناس عندهم هالعادة بيقول له وحياة أختي وشرف أختي، هذا منه يمين. بيقول له وحياة أمي وحياة بي، هذا منه يمين، كمان منه يمين. على معنى اليمين ليس يمينا. أما بده يدعي لجده الميت، بيقول اللهم ارحم جدي، بيدعي له بس ما بيحلف فيه، منه يمين، ليس يمينا أن يحلف بجده. فالحاصل الإمام أحمد يقول الحلف بغير الله معصية، والشافعي يقول خشيت أن تكون معصية. سألني للشيخ رحمه الله ما معنى قول الشافعي؟
قال احتمال عنده أن تكون معصية. إذن وحبدوا الجنة، كل هالألفاظ اللي ذكرتها هلأ يلي عزعمهم بعض الناس بيحلفوا فيها أو غيرها اللي بعد ما استحضرناها هلأ بهالمجلس أو ما ذكرناها لكن بيعتبروها حلف بمخلوق، كل هذا يترك، كل هذا ليس يمينا، كل هذا لا يحلف به. واضح الكلام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكفر من حلف بمخلوق، لم يكفر من حلف بأبيه، إنما كفر الرسول من يحلف بغير الله معظما له كتعظيم الله. شو الدليل؟ كان مرة ماشي الرسول صلى الله عليه وسلم وعمر رضي الله عنه خلف النبي يتكلم مع بعض الناس، شو قال عمر؟ وأبي. النبي ما قال له كفرت، ما قال أشركت، إنما على العادة التي جرت بين الناس شو قال له النبي؟ لا تحلفوا بآبائكم. شو قال؟ لا تحلفوا بآبائكم، ما قال له كفرت. إذن شو بده يكون حديث من حلف بغير الله فقد أشرك؟ أن يكون معظما له كتعظيم الله، هون ساعتها بيكون الكفر. إذن مش مثل ما بتقول الوهابية المجازفة، الوهابية التكفيرية عندهم مجرد واحد يحلف بمخلوق بكفروه، لا. أليس كثير الكثير من الناس يقولون وأبي وأمي وابنتي وأختي؟ هل من كفرهم؟ لا، لا نكفرهم ولا نتسرع إلى تكفيرهم، إنما الذي يكفر هو الذي يعظم إنسانا أو يعظم مخلوقا كما نعظم الله عز وجل، هذا الكفر. واضح الكلام؟ فإذا هنا ينبغي أن ننتبه. شو عملت يا أبو كيمي؟ ثم هنا ينبغي أن ننتبه لشيء، وهو أن الله سبحانه له أن يقسم بما يشاء. المخلوق عليه أحكام، مخلوق ملزم بأحكام، نحن أشياء الله أحلها لنا وأشياء حرمها علينا، الله أباح لنا كذا وحرم كذا، أما الله سبحانه ليس عليه حكم لأحد ولا يلحقه أمر. واضح؟ فالله يقسم بما يشاء ولا يقسم إلا بما فيه نفع. تقول لي الله يقسم؟ الله يحلف؟ نعم. الله ماذا قال في القرآن؟ والتين والزيتون، هذا قسم، هذا قسم، هذا حلف. ثم والشمس وضحاها، هذا قسم، هذا حلف. وآيات كثيرة، والضحى، هذا قسم. طيب وهذا البلد الأمين، طيب هذا قسم. آيات كثيرة، ها؟ آيات كثيرة. أليس في سورة الحجر أقسم بحياة محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال ربنا في القرآن في سورة الحجر لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لعمرك، قال ابن عباس أي وحياتك يا محمد. الله يقسم بحياة محمد، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. طيب الأشياء التي أقسم الله بها الشمس والقمر والضحى والليل ومكة البلد الأمين والتين والزيتون والعصر والإنسان أشياء والفجر، أشياء كثيرة، لماذا أقسم بها؟ ليفهمنا القرآن أن هذه الأشياء المقسم بها فيها فوائد وفيها منافع، لإظهار منافع هذه المخلوقات الله أقسم بها. فما بيجي واحد بيقول الشمس ما فيها منفعة بيكون عارض القرآن، ما بيقول القمر ليس له فائدة ولا منفعة بيكون صادم القرآن. عرفتوا؟ يعني ما أقسم الله به لا يقال عنه ليس فيه فائدة،
لا يقال عنه ليس فيه منفعة. من عرف ذلك أن الله أقسم بهذه الأشياء ثم قال ليس فيها فائدة، هذا يكون نسب السفه إلى الله، يكون نسب السفه إلى الله فلا يكون من المسلمين. طيب، فهمنا الآن الحلف كيف يكون وفي أي مواضع ممنوع وحرام. لا نطيل أكثر من هذا، وأرجو منكم أن تخرجوا وتنصرفوا فورا، لا تجتمعوا عند الباب، كأنه في بعض الأماكن والمناطق والشوارع إشكالات، فانصرفوا إلى بيوتكم فورا ولا تقفوا في الطريق. بارك الله بكم.